هل حارس الدولي نور صبري يحضر تدريبات فريق النوارس للمؤازرة قبل مواجهة النصر السعودي في البطولة الآسيوية؟ نستمع إلى ماذا قال نور صبري في الاستطلاع الآتي. أنا فرحان وسعيد أولا لأنه فريق الزهراء متواجد هنا بالمملكة العربية السعودية، وهذا طبعا شرف كبير. اليوم احنا جينا مساندة لهذا الفريق. بالنسبة لي أكيد أشوف زملائي وأيضا الكابتن حكيم والكابتن عمر عبد الوهاب وحيدر عبد الأمير وكابتن صفاء، أكيد كلهم زملائي بالملعب، وأكيد زملائي داخل الملعب أيضا فريق الزهراء اللي أتمنى لهم كل الخير. فريقنا بثقة كبيرة، أنا أشوف صراحة يعني، وهذا شيء يجب أن ننقل للناس أنه فريقنا يتمتع بثقة كبيرة، وإحنا جينا أيضا من أجل ولو نعطيهم ولو دفعة بسيطة، أتمنى هي ما تفي بقدر فريق الزهراء وجمهوره، لكن أيضا واجبي أنه كعراقي أولا وأيضا كلاعب منتخب سابق وكلاعب عراقي متواجد هنا بالمملكة العربية السعودية ندعمهم بشكل أكيد. أنا لاعب زهراوي وأتشرف خدمت الزهراء في فترة من الفترات، فكل التوفيق لفريقنا فريق الزهراء فريق الوطن، وإن شاء الله يا ربي العودة يوم غد بالنقاط الثلاث إن شاء الله.